ألو، شوقي زيك وانتي أكتر. والله أهو الحمد لله. اشتريتي كارديجان قطيفة؟ فيلور ولا مضلع؟ قديم قوي ده يا أشجان. استني أما أحكيلك، دي كان نهار سو بتكلمني وبتقنعني، قال إيه أعمل فيس ليفتنج. تخيلي أنا أعمل عملية تجميل يا شوقي، دي كلمة تتقلي. قلت لها ماليش في الكلام ده يا ماما، انا ناتشرالي بيوتيفول. بتقولي عندك فاين لاينز وسمايل لاينز. اه، مكان ما بنضحك ومعرفش ايه وبنكشر وكده، تجاعيد تعبيريه. اه، قال دي ضربت السعاده. قال كمان مش هنضحك يا شوقي. اه، بعدين قلت لها انا من انصار ايجين جريسفولي. لا يا حبيبتي، وانا مجنونه زيها. اه، دي راحت في السبرينج بريك اللي فات، عملت ليفتنج لجفون عينيها وقعدت مزرقة أسبوعين. آه، اللي يشوفها يقول عليها ولا الباندا. ليل نهار لابسة نظارة الشمس. لا لا لا، ما عملش أنا الكلام ده. لا، ما لو كانت من جيل السمنة البلدي ما كانتش اتحوجت. آه، ما كانتش اتحوجت. تيجي تشوف خدودنا والدموية بتجري فيها pieces of زبدة. بقول لها يا سو، كل ما تشتري الغسولة ب350 جنيه افتكري ان مامتك اللي بشرتها احسن منك ومن كل صحباتك روتين عناية البشرة بتاعها بيتمثل في الصابونة اللوكس اللي على الحوض. اه، امين بقى يسمع الحوار ده كله يا شوقي. اه، جده قال لي طب ما تروحي يا نان. قلت له هتدفع ولا هتقولي انت سترونج اندبندنت؟ قال لي مش انا لاست كريسماس اي جيف يو ماي هارت. قلت له اه، بس ذا فيري نيكست داي خدت سيختي ان سيلت اواي. اه، عشان يجيب الهارلي. انا اعرف بقى يا شوقي، لص وفزلوك. يروح يزرع الاول الشمس الساطعه فوق دماغه اللي بتعكس الاضاءه في وشي. ياما قلقت منامي ومعول عمريش رضيت اعترض. يلا هروح انا عشان زمان الامريكان كوفي بتاعتي جهزت يا شوقي. يلا انتي رغايه كده ليه؟ يلا حبيبتي، يلا مع السلامه.